another area in the head and neck هي الفيس. الفيس الديفينيشن بتاعه دي مجموعه السوفت تيشوز اللي بتغطي النورو فرونتاليس. الفيس بتتكون من جروب اوف ماسلز يسموها فيشال ماسلز لها سبيشال كاركترز، بتتغذى بمجموعه من موتور نيرفز وكذلك مجموعه ست من الارتريز والفينز. بالنسبه للكاركترز اوف فيشال ماسلز، جميع عضلات الفيس تحمل المواصفات الاتيه: واحد قاعده في السوبرفيشال فاشيا. ليه مش قاعده تحت الديب فاشيا؟ اولا في الفيس مفيش فيه ديب فاشيا، لان الديب فاشيا من خصائصها الاساسيه انها بتكونكت ذا ديب ستراكشرز توجذر علشان تمنع او تقلل مدى الحركه، والكلام ده احنا مش عايزينه في الفيس، احنا عاوزين في الفيس مدى حركه واسع علشان يتناسب مع الاكسبريشن اوف ذا ديفرنت بارتس. الحاجه الثانيه من كاركترز اوف ماسلز اوف ذا فيس انها ارايز فروم ذا فيشيال بونز والانسيرشن بتاعها بيكون في السكن. الصفة الثالثة من كاركترز اوف فيشيال ماسلز انها كلها بتتغذى بنيرف اللي هو السيفن سكرينيال او الفيشيال نيرف. والصفة الرابعة ان جميع عضلات الفيس ارينجد اراوند ذا فيشيال اوبننج. الصفة الخامسة ان عضلات الفيس كونكتد تو ذا اندز اوف ايتش اذر، يعني الاند اوف عضلة تتصل بالبيجيننج بتاعت عضلة تانية. الصفة السادسة والأخيرة إن جميع عضلات الفيس خارجة من السكند فرينجال أرش، وده هنتعرض له في السبيشال إمبريولوجي. ناخد من عضلات الفيس الكبيرة ثلاث عضلات. أول عضلة أول واحدة عضلة اسمها الباكسينيتور ماسل. الباكسينيتور ماسل دي عضلة من عضلات الفيس الكبيرة هتملأ الفراغ اللي بين المجزلة وبين المندبول. الأوريجن بتاعها لها ابر فايبرز طالعة من الالفولار مارجن اوف ماجزيلا فوق ال just above the last three molar teeth. اللوب فايبرز تحت مستوى اللاست 3 مولار تيس. اما الميدل فايبرز طالعة من هذه الليجمنت اللي اسمها تريجومانديبولار ليجمنت اللي بتوطي الميديال تريجوت بليت بالمندول. الميدل فايبرز الابر بارت منها الانسيرشن بتاعها بيحط في اللور ليب، واللور فايبر تعمل ديكاسيشن معاه وتحط في الابر ليب. اما الابر فايبرز كانت حط الانسيرشن بتاعها في الابر ليب واللور فايبر في اللور ليب. بخصوص الريليشنز اوف باكسينيتور ماسل، البوستيريور بارت اوف ذا ماسل من الخلف كان كروست بحاجتين اثنين. كان كروست ب اقوى عضله في الجسم اللي هي المسيتر، وكان كروسد اند بيرسد بالباروت الضغط اللي بتخترق الباكسينيتور في نقطه نظره للابر سكند مولر توس. اما الانتيريور بارت اوف ذا ماسل فكان كروسد بارتري وفين، الفيشيال ارتري والانتيريور فيشيال فين. دي بخصوص الريليشن اوف ذا ماسلز. اما بخصوص النيرف سبلاي، لانها من عضلات الفيس فهتاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. اما الاكشن، في اكشن في الكبار واكشن في الصغار. الاكشن بتاع الكبار انها الكونتراكشن بتاعها بيمنع الترابنج، يعني احتجاز الفود بارتكلز في منطقه الفيستيبيول اوف ذا ماوس اثناء عمليه الماستيكيشن. ده بخصوص الكبار. اما في الصغار فكان الاكشن بتاعها بيساعد الاطفال على عمليه السكلينج، عشان كده هذه العضله في الاطفال بتبقى اكبر منها في الكبار. العضله الثانيه من عضلات الفيس الكبيره اسمها الاوربيكولاريز اوكيولاي. اوربيكولاريز اوكيولاي يعني العضله المدوره المحيطه بمدخل الاوربت وحوالين الاي بول، فاسمها اوربيكولاريز اوكيولاي يعني سيركولاريز اوكيولاي. هذه العضله مكونه من ثلاث اجزاء: بريفرال بارت يسموه اوربيتال بارت، ميدل بارت يسموه بالبيبرال بارت، وانر بارت يسموه لاكريمال بارت. كل بارت فيهم بياخد اوريجين من مكان ويحط انسيرشن في مكان اخر. انا عاوز اقول ان الايلت متعلق في مكانه بليجمنت اسمها بالبيبرال ليجمنت، واحده على الميديال سايد وواحده على اللاترال سايد. البالبيبرال ليجمنت اللي على الميديال سايد اسمها ميديال بالبيبرال ليجمنت، واللي على اللاترال سايد اسمها لاترال بالبيبرال ليجمنت. انا بقول ان الليجمنتس ديت علشان نبين علاقه هذه الليجمنتس بالاتاتشمنت اوف ذا اوربيكولاريز اوكيولاي. اذا اتكلمنا على الاوربيتال بارت اللي هو البريفرال بارت، فالاوريجن بتاعه هيخرج من الميديال اند اوف ذا ميديال بالبيبرال ليجمنت اوف ذا ابر ايليد، ثم الكورس بتاعها تلف هذه العضله موازيه للاوربيتال مارجن وتلف معاه علشان تصل لنفس النقطة
على الميديال بالبيبرال ليجمنت اوف ذا لوور اي ليد. يعني الانسكشن بتاعها في الميديال اند اوف ذا ميديال بالبيبرال ليجمنت اوف ذا لوور اي ليد. طيب ديت الاوربيتال بارت البالبيبرال بارت. الاوريجن بتاعها كان بيخرج من اللاترال اند اوف ذا ميديال بالبيبرال ليجمنت اوف ذا ابر اي ليد، وتمشي موازيه وتبطن وتكون البلك الاساسي اللي هي ايه الاي ليد، وتلف مع الاي ليد وتعمل جزء من الوول بتاعه، وهتحط الانسرشن بتاعها في اللاترال اند اوف ذا ميديال بالبيبرال ليجمنت اوف ذا لوور اي ليد. اما اللاكريمال بارت اللي هو الجزء الثالث فكان البوني الانسر الاورجن بتاعها كان بون. البون هنا هي البوستيريور لاكريمال كريست، وهنعرفه مع اجزاء الاوربت. والانسرشن بتاعها انتو ذا مارجن اوف ذا اي ليد. النيرف سبلاي بتاع الاوربيكولاريس اوكولاي ماسل، هذه العضله تاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. ليه الفيشيال نيرف؟ لان دي من عضلات الفيس، والفيشيال نيرف مسؤول عن تغذيه عضلات الفيس بالموتور انرفيشن. طيب ماذا عن الاكشن؟ الاكشن على حسب كل بارت من هذه الثلاثه بارتس. الاوربيتال بارت هيقفل الاي ليد بقوه علشان يجنب العين مشاكل التعرض لدينجر. يعني ايه؟ يعني واحد بيهزر مع زميله عايز يحط صبعه في عينيه بقوه، فزميله المجني عليه بيضطر انه يقفل عينيه بقوه مماثله علشان يمنع الدنجر عن الاي بول، فبالتالي ات كلوزز ذا اي ليد سترونجلي. طيب واحد تاني كان بيهزر مع زميله فبيعكسه ويحرك صوابعه قدام عينيه، فزميله عينه بتبربش. البربشه ديت اسمها بلينكينج، يعني كلوجر اوف ذا اي ليد جنتلي اند رابيدلي، المسؤول عنه البالبيبرال بارت. اما الجزء الثالث اللي اسمه لاكريمال بارت، فالمكان المسؤول عن الاكشن بتاع اللاكريمال بارت هو دايلاتيشن اوف ذا لاكريمال ساك اللي هي مخزن الدموع في الاوربت، وبالتالي تساعد على الدرينج اوف تيرز عمليه التدميع. اما العضله الثالثه من عضلات الفيس فكان اسمها الاوربيكولاريس اورس ماسل. اوربيكولاريس اورس يعني سيركولاريس اورس، يعني ذا سيركولار ماسل ذات سراوندز ذا ماوس او اوبننج اوف ذا ماوس. العضله ديت كانت احدى العضلات المحيطه بالبيك اوبننجز، ادي عند البيك اوبننجز اوف ذا نورما فرونتاليز، في واحده من البيك اوبننجز هي الاوبننج اوف ذا ماوس. فالعضله دي عضله كبيره من عضلات الفيس وتحيط بالاوبننج اوف ذا ماوس، وكان اسمها اوربيكولاريس اوريس. تعالوا نشوف الاجزاء بتاعتها. العضله دي مكونه من جزئين اثنين، بريفرال بارت يعني اوتر بارت، يعني external part يعني من بره فبيسموه extrinsic part، و inner part هيسموه intrinsic part. ال extrinsic part اللي جاي من بره، جاي من بره جاي منين؟ من المناطق المحيطة. مناطق محيطة يعني ايه؟ يعني من حاجة مشابهة، يعني من الفيشال ماسلز. الفيشال ماسلز اللي في المنطقة ديت اللي تعتبر البيجينينج او الاوريجين اوف ذا extrinsic part كانت البكسينيتور ماسل. البكسينيتور ماسل حطت الانسيرشن بتاعها في السكن اوف ذا اورال ليبس اوف ذا ليبس اوف ذا ماوس. فهنا كان البيجنينج او الاوريجن اوف ذا اكسترنسيك بارت تعتبر هي الاند او الانسيرشن او الترمينيشن اوف سام فيشيال ماسلز، وبالتحديد او على وجه الخصوص او بالاكثريه من البكسينيتور ماسل. يبقى ده البيجنينج اوف ذا اكسترنال اوف ذا اكسترنسيك بارت اوف ذا اوربيكولاريس اوريس. اما الانترنسيك بارت اللي هو الديب بارت او نقول الانر بارت بمعنى اصح، ده بياخد انسرشن من السراوندنج بوز المحيطه دي. مين هي السراوندنج بوز؟ المجزله من فوق والمندبل من تحت. هياخد من المندبل من تحت بسليب رقيقه اسمها منتال سليب، وهياخد من المجزله طبعا من الالفلر مارجن او من المجزله من الالفلر مارجن اوف ماندبل ومن الالفلر مارجن اوف مجزله. العظمه اللي في المجزله من الالفلر مارجن بتاعها بسليب صغيره يسموها انسيسيف سليب. ده بخصوص الاكسترنسيك والانترنسيك بارتس. طب ماذا عن الانسرشن؟ الانسرشن بيكون في السكين اوف ذا ليبس زيها زي بقيه الفيشال ماسلز. النيرف سبلاي زي باقي الفيشال ماسلز ايضا. هتاخد نيرف سبلاي منين؟ من الفيشال نيرف. ليه؟ لان الفيشال نيرف هو المسؤول عن العضلات اللي كانت موجوده في الفيس. الاكشن بتاعت هذه العضله اللي اسمها الاوربيكولاريس اوريس بتفيد في حالات التقريب التو ليبس من بعضها. امتى هنقرب الشفايف من بعض؟ في الحالات الاتيه. اثناء اولا حاله السبيتش، هناك بعض الحروف في اللغه العربيه او الانجليزيه ما تتنطقش الا بتقريب الشفايف. سيف الحروف الانجليزيه عندنا الحروف البي والام.
طيب نقرب الشفايف، بتعمل ايه؟ تعمل تقريب للشفايف، نقدر ننطق الحروف دي. من الحالات التانية تقريب الشفايف مع الضغط الهواء، فبتفيدنا في حالات الويستلينج اللي هو التصفير، ايضا تفيد في بعض السوشيال هابتس زي الكيسنج او البايتنج. ده كان الاكشن اوف ذا اوربيكولاريس اوريس. عضلات الفيس كلها زي ما احنا قلنا بتاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. ايه حكايه الفيشيال نيرف ده؟ جاي منين الفيشيال نيرف؟ اللي هو العصب السابع، مكون من جزئين اتنين، مكون من جزء داخل الكرينيال كافيتي اسمه انترا كرينيال بارت، وجزء بره الكرينيال كافيتي اسمه اكسترا كرينيال بارت. الاكسترا كرينيال بارت اوف ذا فيشيال نيرف يعني الجزء اللي خرج من الكرينيوم، يعني الجزء اللي خرج من السكال، هيخرج من السكال عن طريق فتحه اسمها ستايلوماستويد فورامين تقع بيهايند ذا اوريكل. هيخرج الفيشيال نيرف من هذه الفتحه، كان ماشي في كنال، الكنال دي قاعده جوه البيتر واس بارت اوف تمبرال بون اسمها فيشيال كنال، هيخرج من فتحتها الخارجيه اللي اسمها ستايلوماستويد فورامين. سون هيلاقي امامه الستايلود بروسيس، يلف من حوالين اللاترال سايد اوف ذا باستويد اوف ذا ستايلود بروسيس ويهرب منه، يهرب منه الى حيث الامان. مين الامان؟ هي السبستانس اوف ذا باروتيد جلان. الباروتيد جلان ده سوفت تيشو ستراكشر، هيهرب من قسوه البون وهيروح يلتجئ الى حنيه السوفت تيشو. هيدخل لهذه الجلان من خلال الباسترو ميديال سيرفيس، وسون بسرعه هيهرب ويتخفى في صوره خمسه برانشز. اول برانش كان اسمه تمبرال برانش، كان بيغذي الفرونتال بيلي اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليز وبعض من عضلات الفيس المحيطه بيه. تاني برانش اسمه زيجوماتيك برانش. البرانش الاول نعيد تاني، نقول انه كان البرانش الاول اللي هو التمبرال برانش خرج من الابر اند، البرانش التاني اللي هو الزيجوماتيك برانش خرج من الابر بارت اوف ذا انتيريور اند. طيب خرج بارت من خرج من الابر بارت اوف ذا انتيريور اند، اما سنجل كسنجل برانش او يخرج كتو برانشز مع بعض ويغذي عضلات الفيس في المنطقه المحيطه بالاوربت والزيجوماتيك بون. العصب الثالث اسمه باكال برانش، اما برضو يكون واحد او اثنين، لو كان اثنين فيكون واحد فوق الباروتيد داكت واحد تحت الباروتيد داكت، لو كان واحد هيمشي فوق الباروتيد داكت، وده كان مسؤول عن تغذيه الباكسيناتور ماسل زي ما احنا حكينا من شويه. العصب الرابع واسمه المانديبولار برانش، يخرج ايضا من اللور من الانتيريور بارت او الانتيريور بوردر اوف ذا باروتيد جلاند، ويتولى تغذيه عضلات الفيس في المنطقه المحيطه بالمندول. العصب الخامس والاخير اللي اسمه السيرفايكال برانش، يخرج من اللور اند اوف ذا باروتيد جلاند ويغذي عضله شهيره جدا في النك واسمها بلاتيزما مصل. ده كان الديستريبيوشن بتاع الفيشيال نيرف اوت سايد ذا كرينيال كافيتي اللي اسمه extra cranial part of the facial nerve. طب ماذا عن السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس؟ السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس غالبا تكون عن طريق البرانشز اوف ذا ترايجيمينال نيرف. مين الترايجيمينال نيرف؟ نقول تاني ده كان الفيفث كرينيال نيرف. هنقسم الفيس جغرافيا باربع خطوط الى المناطق الاتيه. خط يبتدي من البارايتال امينس ينزل مايل داون ووردز فور ووردز لحد الانجل لاترال انجل اوف ذا of the eye، ثم يمشي هوريزونتالي لحد الميديال انجل، ثم ينزل داون ووردز ياخد منطقه التب اوف ذا نوز. الاريا اللي في ايدي هنسميه اريا واحد. طيب من نص هذا الخط هنرسم خط نازل مايل لحد الانجل اوف ذا ماوس، ومن نفس النقطه هنرسم خط اخر ياخد منطقه المنطم اللي هي منطقه الذقن. الخط الاخير هياخد من اللوبيول اوف ذا اير وينزل لحد الانجل اوف ذا مندول. طيب هذه الاربع خطوط هتقسم الفيس توبوغرافيا الى اربع نقاط، نقطه واحد واثنين وثلاثه واربعه. النقطه واحد او المنطقه واحد هتاخد النيرف سبلاي او كيوتينيوس انرفيشن فروم ذا برانشز اوف ذا اوفسالميك نيرف. الترايجيمينال نيرف اللي هو العصب الكرينيال الخامس كان بيتفرع لثلاث فروع، اوفسالميك وماكزيلاري هتغذي المنطقه الثانيه، ومنديبلر هتغذي المنطقه الثالثه. اذا حبينا نتكلم عن التوزيع، هذه البرانشز كانت تتولى تغذيه اريا في الفيس، اريا واحد الاوفسالميك نيرف هيغذي اريا واحد، يعني هيغذي حته من الفورهيد ويغذي جزء من الابر ايليد ويغذي كمان جزء من الفرونت اوف ذا نوز، كل دي عن طريق البرانشز اوف ذا اوفسالميك نيرف. ازاي؟ الاوفسالميك نيرف اللي هو اول عصب خارج من الترايجيمينال نيرف بيتفرع لثلاث فروع، بيتفرع الى ميديال برانش اسمه نيزوسيلاري،
وانترميديت برانش اسمه فرونتال، ولاترال برانش اسمه لاكريمال. كل من هذه البرانشز هتدي اعصاب تغذي هذه المنطقه ازاي؟ السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكلير كانوا بيغذوا، السوبرا تروكلير الاول كان بيغذي الميديال وان ثيرد اوف ذا ابر ايليد، والسوبرا اوربيتال كان هيغذي الانترميديت او الميدل بارت اوف ذا ابر ايليد، اما البالبيبرال برانش اوف ذا لاكريمال ديفيجن اوف اوفثالميك نيرف كان بيغذي اللاترال وان ثيرد اوف ذا ابر ايليد. هننزل تحت شويه، النيزوسيلياري نيرف اللي هو برانش من الاوفثالميك نيرف كان هيتفرع لفرعين اثنين، انفراتروكليار واكسترنال نيزل. انفراتروكليار والاكسترنال نيزل كانوا بيغذوا الفرونت اوف ذا نوز، الفرونت اوف ذا نوز جزء منه الابر بارت كان السكين بتاعه مغطي البون، واللور بارت كان مغطي الكارتليجنس بارت اوف ذا نيزل سيمتوم. الانفراتروكليار برانش اللي جاي من الاوفثالميك نيرف كان بيغذي السكين اللي على البوني بارت، اما الاكسترنال نيزل كان بيغذي السكين اللي على الكارتليجنس بارت. طب اريا 2 اللي هتتولى اللي يتولى المجزيلاري نيرف تغذيه الجلد في هذه المنطقه عن طريق برانشز بتاعته. فالبرانشز بتاعته احنا كنا خدنا من شويه كان في زيجوماتيك برانش، اداني زيجوماتيكو تمبرال نيرف كان رايح لمين؟ كان رايح لمنطقه السكالب، وايضا نهايه المجزيلاري نيرف كان عن طريق ثلاثه برانشز. نهايته هو الكونتينويشن بتاعه نيرف اسمه انفرا اوربيتال نيرف، يخرج من فورمن تحت الاوربت، هيتفرع لثلاث فروع، بالبيبرال برانش يروح للور ايليد، ونيزل برانش يروح للسايد اوف ذا نوز، وليبيال برانش هيروح للابر ليب. على هذا الاساس اللور ايليد والسايد اوف ذا نوز والابر ليب هياخدوا كيوتينيوس انرفيشن من المجزيلاري نيرف. اما المنطقه الثالثه هيتولى المانديبولار برانش او المانديبولار نيرف، برانش الثالث من برانشز الترايجيمينال نيرف، تغذيه المنطقه رقم ثلاثه، وكانت تشمل اللور ليب، اللور ليب والتشين سكين اوفر ذا تشين، السكين الجلد منطقه الذقن، كانت عن طريق البكال والانسيسيف برانشز اوف ذا مانديبولار نيرف. المنطقه الرابعه والاخيره ديت كانت مشتركه ما بين الفيس وما بين السكالب، فكان الجريت اوروكولار نيرف اللي هو كان النيرف المسؤول عن تغذيه السكالب بهايند ذا اوريكل كان يتولى تغذيه جزء من السكن اللي مغطي الانجل اوف ذا ماندبل. الارتيريال سبلاي اوف ذا فيس يحصل الديفرنت ستراكشرز اللي بتكون الفيس منع من ماسلز ومن فاشيا وخلافه وسكن على الارتيريال سبلاي بتاعها عن طريق تو سيتس اوف ارتريز، يعني نظامين اثنين من الشرايين. النظام الشرايين الخلفي المسؤول عنه اساسا ارتري كبير اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري والبيج برانشز اللي خارجه منه. الاكسترنال كاروتيد ارتري ده ارتري كبير جاي من النك هيدخل للفيس، هيدخل للفيس او يدخل للهيد عن طريق بوابه الدخول، بوابه الدخول هي الباروتيد جلاند، هيخترق جزء من الباروتيد جلاند ويمشي بداخل هذه الجلاند. هيتفرع في داخل الجلاند الى فرعين اثنين، ماكسيلاري ارتري هيديني 15 ارتري 15 برانش يتولوا تغذيه هذه الاريا من الهيد اند نيك اللي اسمها انفرا تمبورال ريجون والمناطق من الفيس المتصله بها. اما الشريان الثاني اللي خرج من الاكسترنال كاروتيد ارتري فكان اسمه السوبرفيشال تمبورال ارتري، احنا خدناه مع السكالب عن طريق انه بيديني ثلاثه برانشز انتيريور وميدل وبوستيريور تمبورال برانشز كانت بتغذي السكالب. طب الجزء اللي خرج منه ويغذي الفيس مين؟ كان عبر شريان صغير يخرج يمشي بالعرض في الفيس هيسموه ترانسفيرس فيشيال ارتري. اذا كل من بعض من البرانشز من المجزيلري وبعض من البرانشز اللي خارجه من الترانسفيرس فيشيال ارتري كان يتولى تغذيه هذا الجزء من الفيس المناظر لها. طيب ده النظام الاولاني، النظام الشرايين الاول. طب نظام الشرايين الثاني عن طريق شريان مهم جدا يمشي في الفيس اسمه فيشيال ارتري. ايه حكايه الفيشيال ارتري ده؟ الفيشيال ارتري
ده الشريان المسؤول اساسا عن تغذيه الانتيريور بارت اوف ذا فيس بالبلاد سبلاي. هذا الشريان يطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري هو لسه في منطقه النك ويمشي تورش واسكورس. جزء منه كان ماشي قاعد في النك ملناش دعوه بيه، اما الجزء اللي دخل في الفيس او للهيد عندي كان ماشي كورس تورش واس. تورش واس يعني ماشي مسار متعرج، وده واحد من 10 شرايين في الجسم ماشيه مسار تورش واس. ليه كان تورش واس؟ لان كان معدي على موفبل اورجن، والموفبل اورجن في هذه الحاله هو المنبول. طيب هذا الارتري الكورس بتاعه كان كالاتي، دخل للفيس upwards and forwards crossing over three angles angle of the mouth angle of the nose and terminates at the angle of the eye. البرانشز بتاعته اللي خارجه منه وتتولى تغذيه الانتيريور بارت اوف ذا فيس بالارتيريال سبلاي، وكانت تشمل الشرايين الاتيه: واحد تحت الشفه التحتانيه هيسموه انفيريور ليبيال، وواحد فوق الشفه الفوقانيه للشفه الفوقانيه هيسموه سوبيريور ليبيال، وواحد رايح يغذي النوز هيسموه نيزل. النهايه بتاعته عن طريق شريان اسمه انجولار ارتري هيمسؤول يكون مسؤول عن تغذيه الانجل اوف ذا اي بالبلاد سبلاي، الا ان هناك بعض الشرايين الاخرى هتخرج منه وملهاش اسماء اسمها جلاندولار باتشز هتغذي الباروتيد جلاند. ده كان النظام الاساسي في الامام، النظام الاساسي في الامام المسؤول عن تغذيه الفيس في هذه المنطقه، الا ان هناك بعض من الشرايين الاخرى مسؤوله عن تغذيه الفيس. زي مين؟ زي المنتال ارتري. المنتال ارتري ده كان برانش من برانش جاي من المجزيلري ارتري، وكان يتولى تغذيه الفيس في المنطقه المحيطه بالتشين اللي هي الدقن. بعد كده في عندي شريان صغير اسمه سوبرا تروكليار ارتري، واخر اسمه سوبرا اوربيتال ارتري. التو ارتريز دول كان برانشين خارجين من منطقه الاوربت عن طريق شريان كبير اسمه اوفسالميك ارتري. هذه الشرايين رايحه تغذي اساسا السكالب، لكن وهي ماشيه في طريقها بتغذي جزء من الفيس. ده كان الارتيريال سبلاي اوف ذا فيس. ماذا عن الفينوس درينج اوف ذا فيس؟ عن طريق مجموعه من الفينز هتمشي موازيه للارتريز اللي احنا ذكرناها قبل كده. كان في عند السوبرا تروكليار فين هيتحد مع السوبرا اوربيتال فين عند الميديال انجل اوف ذا اي علشان يكون الانتيريور فيشيال فين اللي يمشي اوبليكلي ان ذا فيس، معدي على ثلاثة انجلز: انجل اوف ذا اي، انجل اوف ذا نوز، انجل اوف ذا ماوس. بس هذا الفين كان ماشي جاست بيهايند ذا ارتري، فيشيال ارتري كان ماشي قدام منه. ده النظام الاولاني. بعد كده عندي السوبرفيشال تمبرال فين كان بيتحد مع فين اخر اسمه ماكسيلاري فين. جاي منين الماكسيلاري فين ده؟ كان في بلكسس اوف فينز قاعده في منطقه الانفرا تمبرال ريجن اسمها تريجويد بلكسس اوف فينز. النهايه الخلفيه بتاعتها تطلع لي وريد اسمه ماكسيلاري فين، هيروح يتحد مع السوبرفيشال تمبرال فين جاست ان فرونت اوف ذا اوريكل، وتطلع لي فين اكبر شويه اسمه بوستيريور فيشال فين او ريترو مانديبلر فين. الكلام ده قلناه مع السكالب. انسايد ذا باروتيد جلاند هذا الفين هيدخل جوه السبستانس ويتفرع بداخلها الى فرعين اثنين: انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن اوف ذا بوستيريور فيشال فين هيروح يتحد مع الانتيريور فيشال فين وهيعمل الكومن فيشال فين اللي كان بينتهي في الانترنال جاجولار فين. اما البوستيريور ديفيجن اوف ذا ريترومانديبولر اللي هو البوستيريور فيشال كان بيتحد مع فين اخر جاي من بيهايند ذا اوريكل اسمه بوستيريور اوريكولار فين، وكان بيكون الفين الشهير المعروف باسم الاكسترنال جاجولار فين اللي كان انتهى وصب فيه السبكليفيان فين، والسبكليفيان فين ده اتحد مع الانترنال جاجولار فين وعمل البريكيوسيفاليك فين. ده كان الفينوس درينج اوف ذا فيس. نلاحظ انه مشترك مع الفينوس درينج اوف ذا سكالب في عدد كبير من الاورده المشتركه. احب اقول ان الانتيريور فيشال فين كان عامل كوميونيكيشن مع الديف مع التريجويد بلكسس اوف فين بفين يمشي تحت الريموس اوف ذا ماندبل ويسموه ديب فيشال فين، يمثل وصله بين ذا انتيريور فيشال فين and the pterygoid plexus of veins. طيب من التوزيعة ديت للفينوس درينج اوف ذا فيس اتضح ان هناك منطقة خطيرة جدا في الفيس بيسموها الدينجرس اريا اوف ذا فيس. هذه المنطقة الخطيرة ايه علاقتها بالمشاكل الصحية للانسان؟
قبل ما اتكلم عن هذه المنطقه احب اقول ان هناك مصرف وريدي كبير انسايد زكرينيا الكافيتي اسمه كافيرنا الساينس، دي عباره عن اوضه التفتيش الدمويه الكبيره اللي قاعده جوه الكرينيا الكافيتي، وعن طريقها للسيركوليشن معظمها بتصب فيها وتتولى تصريفها الى خارج الاسكال. الكافيرنا الساينس ده قاعد في البيس اوف ذا برين على البودي اوف سفينويد بون، في حفره في على السايدز بتاعته، حفره يسموها البيد اللي هي قاعده في الكافيرنا الساينس. طيب هذا الكافيرنا الساينس في الحقيقه ما كانش واحد، ده كان اتنين، واحد على each one on each side. هذا الكافيرنا الساينس اللي هو كان اتنين في الاساس كان على اتصال ببعض من الاورده اللي قاعده في الفيس في منطقه الدينجرس اريا. طب نعرف الدينجرس اريا شكلها ايه؟ قاعده فين؟ كيفيه اسلوب وطريقه الاتصال؟ ثم ايه المشاكل اللي تحصل نتيجه هذا الاتصال؟ طيب ده احنا روت اوف ذا نوز ودي الانجل اوف ذا ماوس. الدينجرس اريا هي منطقه مثلثه، الايبكس بتاعتها از دايركتد ابوردز ماسكه في روت اوف ذا نوز، اما البيس بتاعتها فهي عباره عن الانجل اوف ذا ماوس، انجلز اوف ذا ماوس. يبقى اذا المنطقه المثلثه ديت هي منطقه الخطر، منطقه الخطر لان الاورده هنا متصله بالجيب الوريدي الكبير اللي قاعد في البيس اوف ذا برين اللي اسمه الكافيرنس ساينس. طب مين هي اسماء الاورده المتصله وايه هي المشاكل؟ هنتعرض لها حالا. يبقى احنا قلنا ان دي تريانجولار اريا قاعده في الفرونت اوف ذا فيس، امتدادها الايبكس بتاعتها مع الروت اوف ذا نوز، والبيس بتاعتها هي الانجلز اوف ذا ماوس. طب ايه هو وجه الخطوره؟ وجه الخطوره ان بعض من الاورده اللي خارجه من هذه المنطقه على اتصال بالكافيرنا الساينس. طب مين هي الاورده وايه هو وجه الخطوره؟ الاورده هما وريدين اتنين. الوريد الاولاني اسمه انفيريور اوف سالميك فين، وده بيوصل الانتيريور فيشيال فين بالكافيرنا الساينس عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر، عن طريق الاوربت اقصد عفوا عن طريق الاوربت ويطلع منه على الكافيرنا الساينس. الوريد الثاني واسمه الديب فيشيال فين، حكينا عليه من شويه. الديب فيشيال فين ده كان واصله من الانتيريور فيشيال فين اللي بيمر في هذه المنطقه ويوصله بالكافيرنا الساينس عن طريق بليكسس، تو بليكسس اوف فينز قاعده في الانفرا تمبرال ريجون اسمها تريجود بليكسس، والوصله دي بيكون عن طريق ميشيل فين يعدي من فورمن في البيس اوف ذا برين اسمه فورمن اوفال. ايه وجه الخطوره؟ وجه الخطوره ان ممكن الشباب في سن البلوغ بيتعرضوا كتير لالتهابات اللي حب الشباب في هذه المنطقه، فبيحاولوا يصفوا الصديد او الدهون المتراكمه في الغدد الدهنيه. اذا كان في عدوى وكان في صديد فعمليه السكويز او عصر الصديد من الجيوب او من الحبوب اللي في المنطقه ديت ممكن يحصل الانفكشن، يحصل له سبريدنج، ينتشر من هذه المنطقه الى الكافيرنا الساينس ويروح يسد هناك مجرى الدم مؤديا الى المرض الشهير المعروف باسم الكافيرنا الساينس ثرومبوز. الحاله ديت مش كتير يعني، هي نسبتها قليله، لكن احنا مضطرين ان احنا نذكرها حقيقه علميه من اجل ان الشباب والشابات ياخدوا بالهم من هذه الملحوظه.